يعني اوريدي الامهات عاملين كده، ده بالعكس في امهات مزودينها، يعني في امهات مخوفين ولادهم اكتر من اللازم. يعني عشان انا بشوف انه يا ريت بشكل كبير، ايوه يعني يا ريت الولاد ما يبقوش رايحين المدرسه خايفين، يبقوا رايحين المدرسه فرحانين وعاملين حسابهم في نفس الوقت. يعني انما ال ال الترهيب ده من المدرسه، بس هم قالوا ان هم هيقسموا الطلبه، يعني تقريبا الدراسه في المدارس هتكون 3 او 4 ايام، والطلبه التانيين 3 او 4 ايام. امتحانات الثانويه العامه من البيت برضو، الثانويه العامه من البيت، لا ايه ده، انا في الكلام ده الثانويه العامه من البيت، لا بس ده قرار، ده قرار بدري قوي، انا متهيألي لسه بدري عشان نعرف الثانويه العامه امتحانها امتى. بس في بشاير للكلام ده، ده اللي احنا سمعناه، مش فكره الثانويه العامه. انا عارفه ان الدراسه مش هتبقى طول الاسبوع، يعني مثلا لو انا طالبه، ايوه الا يومين في الاسبوع، دي لطيفه لطيفه. يعني 3 ايام في الاسبوع حلوين، دي ما كانتش تخطر على بال حد زيي. ده انا كنت بتحايل على اهلي يوم الخميس، يوم الخميس بس، يعني ايام انتوا عارفين ان احنا الطلبه يحبوا احيانا يبلطجوا حبه كده وما يروحوش، ده كان مستحيل. انا على فكره تعملي عيانه الصبح، ايوه الحاجات دي، والعيال دول محظوظين. ايوه بس على فكره موضوع الاونلاين ده او الدراسه يعني الالكترونيه، انا شايفه ان هي اثبتت نجاح خطير الفتره اللي فاتت. انا كده كده